كان تعامل مستر مانويل جوزيه بعد الخسارة عامل ازاي معاكو؟ رد الفعل بتاعه لا يمكن احنا ما كانش فيه خسارات كتير، يعني ما افتكرش مثلا ان احنا يعني خسر، في يعني المواقف مواقف واحنا مش كويسين اداء فنيا، ان احنا يمكن لو حضرتك تفتكر لما مستر مانويل قلع الجاكيت في الجاكيت الملعب مباراة حرس الحدود احنا كنا كسبانين 2-0، حتى احنا استغربنا ان مستر مانويل بيعمل كده. فلما نزلنا الاوضه، يعني مش عايز اقول لك يا كابتن ابراهيم، يمكن الموضوع ده انا قلته قبل كده، يعني قرب يقلع هدومه، يعني يقلع هدومه، وكان كابتن ناجي مسكه. فاحنا مستغربين، احنا كسبانين 2-0 بس اداء ما كناش كويسين، وكان موجود احمد عيد وكان موجود احمد عبد الغني اللي هم الجيل اللي خدوا فيه كاس مصر. يعني نزلنا الشوط الثاني يا كابتن، مسكنا حرس الحدود، الماتش ده كسبنا 5، حطيناهم في ال 18 وقمنا جايبين 3 جوان، كسبنا 5. تاني يوم هو دايما الراجل كان بيعمل الربع ساعة اللي هي المحاضرة دي اللي قبل التمرين، قال لنا أنا لو ما كنتش عملت معاكم كده بين الشوطين كانت الحرس هتنزلوا هتديكوا تكسب 3-4، صح. لأن أنتوا، هو قال، أنا فاكر الكلمة كانت، قال لنا عشان أنتوا شعب ما بيجيش إلا بالكرباج، عشان كده تاخدوا على دماغكم وتمشوا كده. فهنا الراجل، بص يا كابتن، كان في ناس كتير تقول لك ده كان معاه لعيبة مصر، ده كان معاه نجوم مصر، ده لا، انت مش سهل عليك ان انت تسيطر على 25 لعيب دول هو اللعيب كلهم المصري نجوم. دايما لازم تحطه تحت ضغط، وعارف تحسسه ان الموضوع صعب بص يا كابتن، هو كمان ما كانش عنده كبير، يعني مستر مانويل كان ابو تريكة هو اللي، يعني بعد 2006 كان هو التوب في النادي الاهلي. ابو تريكة انا شفت الراجل بيعامله، كان معانا نانو محمد محمود ده بيتمرن معانا، جابه قال له انت زيك زي نانو، زيك زي نانو ده او بصراحة هتتمرن مستر مانويل شبهه. جوزيه كان في الحاجة دي كله سواسية. بص يا كابتن، هنا فير، يعني هو بيطبق العدالة، بيطبق انت بتتمرن كويس، ولكن انا عندي 4-5 هم قوام الفرقة. انا بشوف يا كابتن كانت من يعني اجمد اللعيبة كانت بتقعد، صح. يعني ابو تريكة كان بيقعد، وائل جمعة كان بيقعد، مع احترامي الالقاب، متعب مش في حالته، يعني مرة خلى متعب يلعب 3 شهور وهو اصلا مش كويس. فمتعب مستغرب، ده مش كويس، ده بلال المفروض يلعب، وبلال هيتجنن عايز يلعب. قال انا بعاقبك عشان الجماهير تقعد تشتمك. والله والله العظيم يا كابتن، فظيع. ويمكن متعب ذكر بيسلموا الموضوع ده، يعني. اللي هو انت وحش والجماهير بتزوم عليك، خليهم، خلي العب، انا بعاقبك. بعد كده متعب يا كابتن عمل كده، عيلي تاني. عالي كده، وجاب لنا الجون بتاع ماتش الزمالك، ده كان اول هدف بعد شهرين او 3 شهور صح متعب ما بيجيبش فاكر جون. يا صح. الكرة اللي نزلت وقام واخدها لطشها كده من على ال 18، رجع متعب كده. فهو كان عارف مفتاح كل لعبة، هو عارف حافظ هيتعامل كل شخصية كل واحد، وعارف يضايقك ازاي، بس وعارف عارف هيخش لك يحمسك منين، ازاي. يعني صح عارف هيخش لك منين. صح ودي حصلت معايا قبل ماتش النجم الساحلي هناك، لما اتعورت والعظمة مكسورة، كان ماتش بعد شهر، هو عايز نلعب بس لقيته عمال يدينا كابتن جامد في انت ايه ما لعبتش، انت هتلعب كام فاينل في حياتك، حمس. انت جاي من نادي صغير، انت المفروض تعمل نفسك اسم، انت المفروض. فانا بقول كابتن حسام بدل، انا رجلي مكسوره، هو عارف ان انا مش هقدر. بس بعد ما خلصنا المباراه ورجعوا من ماتش الذهاب، قال لي انا كنت بضغط عليك نفسيا، حتى لو كان عندك 10% ان انت تقدر عشان تلعب كنت تشتغل هبقى صح. تشتغل عليها. فهنا هو كابتن كان، هي بالكوره مش كوره بس، يعني في عوامل نفسية بتعرف عوامل تتعامل بره فيها، الملعب على بتديك اوضه روح اللبس، وبتديك باور. ويسيطر على اوضه اللبس، يعني يسيطر، والصغيره والكبيره عنده يعني.